كيف أقتصر الصلاة على النبي؟ قل صلى الله عليه وسلم. إنك إذا قلت صلى الله عليه وسلم أو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، قلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أجزأت. دل على ذلك أن الله قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. فكان النبي إذا جاءه قوم يقول اللهم صل بصدقتهم، قال اللهم صل على فلان، اللهم صل على آل أبي أوفى.